خد انا تعالى اقول ايه في فين يا عم الفيديوهات؟ ايه فيديو كل سنه؟ معلش يا جماعه كنت نايم. انت تخبل يلا. واخيرا رجعنا بالسلسله المحببه الى قلبي، العب بالغزاله العب بال700. واللي جديد في القناه وما يعرفش العب بال700، العب بال700 دي بلاي ليست بنعملها كل فتره من ضمن بلاي ليست ثانيه، وبيكون المود بتاعها او بالعربي يعني وبدل ما تروح تشغل اغنيه اغنيه، احنا مجمعين لك كل المودات اللي بتمر بيها زي بلاي ليستات مكتئب ناو واندر ريتد سيكا وكلبوبات تايم، وبنجددهم كل فتره بالتراكات الجديده، ولينكاتهم هتلاقيها في الديسكريبشن. تعالوا بقى نشوف تسمع ايه لو عايز تلعب بال700 بس الجزء أغنية بعد غياب فترة ورجوع شهاب بتراك مع خالد، وده الكومبو اللي عمل أفشخ أغاني لسه بتسمعها لحد دلوقتي زي نصرف شيكي بعتر بعتر بيتش ومش مسايك. وبعيدا عن إن شهادتنا مجروحة في شهاب، بس فعلا هتلاقي رايمز وليركس زي كده فين تحنيك تلكيك بانش بيك يا بهيمة حسي ملازمين ودهشة وتصفيق. بعدها هتلاقي بار سيفتات بشيلة تنقيد أي تبذير سخي أغلب عشتي في غاك إني أصلا كون غني. يعني هو لو مش غني دلوقتي فهو عامل حسابه والهتات عنده جوه بالكوم، فقشطه هو كده كده غني. وده غير ان هو شبهنا بالظبط وان الفانز بتوعه ما بيحلوش. بس هو قطم الكلام في الاخر وقال لك ما تتعبش نفسك هنا، وغور يلا شوف انت رايح فين. امشي يلا سيدي على جنب لما حضرت تهمش امكي الشاشه بتضل. في الفتره دي كانت الدنيا بتسخن عشان البيف يحصل، وابتدى ابيو فيها يرمي، ومع اول تشبيه بتفهم الدنيا رايحه فين. كلها بتتحارب وتغير في لون. بتتحارب جايه من الحربايه اللي من صفاتها انها بتقدر تغير لونها على حسب المكان الموجوده فيه، بس هو هنا كان بيتكلم على الصحاب اللي بتقعد معاه شويه وبعد كده بيتغيروا، وزي ما انتوا عارفين ابيو ما بيسيبهاش كده. المشهد انه كده كده من اللي شافه ما بقاش عنده عزيز، فلو فكرت تحدفني او بمعنى اصح تنكشني هخبطك، وبعد ما اخلص هجيبك الارض واردم عليك اسمنت واخليك سوى الاسفلت عشان اعرف ادوس عليك وامشي. ده بقى تراك حصل مره واحده ويا ريت يتكرر تاني، لانه جمع بين عفروتو ومروان موسى والاضافه مولوتوف. بيبداها مروان وهو بيمهد لدخله عفروتو العالميه عشان عفرت يخش وكلمة نحلة معناها منكش او هنعمل حوار وهنزفر المطوة بتاعتنا بدم، والدنيا بعد كده بتمشي تيكي طاقة. وبعدها لقب الجايزة باخده مالناشي بلعب سانسيرو انت بتلعب فوماسي افتكر لو ناسي راجل فولاسي. عشان يرجع عفرت بالهايب اللي كان في الاول تاني ويقول يا ليلي يا هبط مش محتاج افكر وفوق على سعري فمش محتاج ابمبر نجاح مش باين بس في يوم ابطل. يعني كده كده لازم يوافقوا على سعر عفرت، لان شئنا ام ابينا اي حد على الستيج حاجه وعفرته حاجه تانية خالص. جبنا السكه من اخرها هنجيبها حتى لو في بره حياتنا درس وتعلمنا زميلي يروحوا لعبوا. الفايف مش محتاج انترو بس وما شاء الله علينا ما شاء الله نعدي في حته ربك سطر. وبنبهر من فايف في حته انه مش محتاج يعمل مجهود قدام الكاميرا ولا يطلع بشكل مختلف عنه، وباقل الامكانيات بيعمل هيت. والارينجمنت الشر منه هو وداني للمزيكا اللي اي حد بيفهم هيعرف ان الناس دي تقيله قوي. غصب عني فن طلع منك مني فلت زق باقي ومالي مالك قالوا جبنا الاخر جبنا الاخر. وفي الاخر القفله بتاعت الكورس اللي هتخليك عايز تتنطط مع اصوات كتير بتردده. صاحبي كلنا بايظ صاحبي كلنا بايظ لحظه ثانيه حدوتة ألماني. ومروان موسى هو بيكسر كل القواعد في بداية التراك عشان الانترو يبقى 26 ثانية كاملين من المزيكا، والصوت في الخلفية بيقولك كلمة احتراف معناه ان انت راجل وميت. وبرضه الاغنية اتفايرل وتتضرب بيها تيجي تلميح انا شطف بلدك باش هتصيح انا مش من كندا. مروان موسى مش بس اللي انتوا بتشوفوه في اللايفات، وهو قالها قبل كده الكردي اسال عليا اي حد في المجال، ومن فلول التاني ياخدك قلبت ظروف وما شفت الغش قلبت الدنيا قلب لي الوش ل طول عمري طرش فيش عندي مرش لشاب شاب شبشب لام. عشان في نهايه التراك تفهم الحدوته وانه من صغره زي ما هو على وضعه وما بيجيبش
خطوة لورا من حد، وده قبل كل الشهرة والألبومات والدسات. بجيب بقنص على كل دول بعمل له جرح يشوف دكتور شغل مافيا. تراك مظلوم جدا من الاي بي بتاع وينجي الكبير، والفكرة بتاعت التراك انه ما بيضيعش وقت كتير ولا في محن ولا على حد. مش عندي الوقت تبكي بالشبشب، مش عندي الوقت اسيب له كل مين. فلو عيطت لي وصدعتني هتاخد بالشبشب، ولو هو ما ردش عليا ما بفكرش اسيب له رسالة كل مين، عشان خلاص كده هو تراكن في النيش. بلالين بلالين رس رس بلالين، وانا لا نافذ الدبابيس. كلثوم بشكل تاني غير اللي انتوا شفتوه في الفيديو بتاع الغل، وهو قاعد بيتخانق مع الفانز وعادات وتقاليد شعبه اللي مش عاجباه. ناس انطمرت بالخرا لا لا غالي قلبي اللي حاس فيك لو تشد ايد. بعدها بيخش يقولك وانا مجايع زي هيتشي سندي سندي ماضيها كسر سندي يابا. انا مش جاي انضف فيكوا لان الامل فيكم راح، انا جاي اهد زي شيفا، وشيفا هو اله الدمار والبناء في الهندوسيه، يعني تعالى نطربقها على دماغهم ونبني بقى من جديد على نضيف. وركز لي بقى في البار اللي جاي عشان الكلاونز كتروا وسطنا. كلمه تاخدك كلمه تجيبك بابي لازم جمتك يدفيزك مابي. كلمه تاخدك وكلمه تجيبك، بس ما سابهاش كده، شبه الاشخاص دي والناس الكتير اللي حواليه اللي بيبنوا رايهم على راي اللي حواليهم بالعروسه اللي بيحركها صاحبها وهو حاطط ايده في كله للحنبول. لا يا بيه، بعدها يلضمها ويقول لك انا ما بمشيش على دماغ شركات، انا لحد دلوقتي ما مضيتش ولا عقد وقادر ادغدغ اي صناعه انا بخش فيها بالغصب من غير ما يتفرض عليا حاجه. اغنية قديمة حبتين لما كان سانتا لسه صغير، بس بتفهمك ان دماغ سانتا دي مش دماغ بني ادمين عادية. بسمع فيروز ومنير من غير رابر تقاري صحتي، مش بسوق ترندات ما بحبش توباك وبيجي. مش شرط عشان انا رابر ارضيكم واقول ان انا بحب توباك او بيجي، لا عادي قشطة، انا احمد سانتا من الزيتون وبعمل راب جامد، وما يمنعش اني بسمع فيروز ومنير. تحية من سانتا الباز يطير في الزيتون، بديك علي مدائك بشمس وديفل بلعب بيجي من فوق شامة. وبكده يكون الفيديو خلص، بس بنفكركم تاني ان البلاي ليست كاملة هتلاقوها على سبوتيفاي في الديسكريبشن. وحابب اشكركم واحد واحد على وصولنا ل 100,000 مشترك، وعايزكم تستنوا عشان في شلاليت جاية كتير في السك، ولودد بيستولز هتفضل زي ما هي لودد بيكم.